الألم محتمل حتى لو كان مضاعف مرتين. كنا والله نتألم معاهم، دايماً تعبانين. نقدر نتحمل آلامنا نحن، لكن آلام الأبناء لا. هذه سيارة بوراكان وصلت لبيت عبدالله ولطيفة. يا ترى وش بتكون ردة فعلهم؟ السلام عليكم، يعطيكم العافية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا هلا بك يا هلا فيك. بخير بخير. الله يسلمك. تفضل 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 تفضل. كيف تمام؟ يا مرحبا. حياك والله. حياك حياك حياك. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. ايش الحلاوه هذه؟ لطوف، كيف حالك يا لطوف؟ طيبه. كويسه؟ شلونك؟ اسمر. اسمر اسمر يا زمر. ما شاء الله. من اللي ماكل رجل هذا؟ من اللي ماكل رجله؟ خلي اشوف البطنه. البطنه لا لا في بطنك؟ لا لا والله ماكل. يا الله وش ذي؟ وذي مكسره بعد. ليش؟ ليش؟ يا كلها خربان والله كلها. وذا بعد اشوف؟ لا 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 كويس. انت كويسه؟ انت ابي اسالك وش مرضك؟ يلا. انيميا. انيميا؟ في الدم؟ تتعالجين؟ وكيفك الان؟ كويسة. يا رب لك الحمد. وعبد الله اخوك بعد نفس الوضع؟ وكيفك الان؟ كويس. كويس. انا ربي يعني رزقني بولدين فيهم انيميا منجلية. اول ما عرفت عبد الله طبعا انهرت، وكانت مرحلة العلاج جدا صعبة. من اللي تبرع لكم؟ عبد الله تبرعت لماما. عبد الله تبرعت لماما. وانا مروان. مروان اخوك. يا ربي يشفيكم يا ربي يشفيكم يا رب. اشوف خلنا اشوف ما شاء الله. شوف انا خاف انا خاف والله خاف. بس هذا صغير، هذا اقدر يعني اخنقه اخنقك. طيب ما حد قال انك انت حلوه؟ لا. طيب انت عبد الله وش مرضك؟ انيميا منجليه. انيميا منجليه بعد في الدم. ها الله يعين. بكيت والله يوم يسوون العمليه حق عبد الله، يوم يديه الجلطه براسه وتنوم هنا. والله تعبت تعبت جدا. جات جلطه براسه من المرض نفسه هذا. ولطيفه يوم سووا لها العمليه تألمت بعد، يوم حطوا لها الكيماوي ويوم تعبت وجاتها التشنجات. شيء مؤلم مؤلم جدا. في وقت سابق اجتمع فريق عمل البرنامج مع اهل عبد الله ولطيفه عشان التحضير للحلقه، وعرفوا انه عبد الله ولطيفه يحبوا يتمشوا برا ويغيروا جو. فيا ترى وش من احلام واماني تحملها قلوبهم؟ انت الحين الحين تعرفين يعني شاطره في المدرسه؟ شاطره؟ وتقولين انشوده وتقولين شيلات وتقولين كل شيء؟ يلا سمعنا انشوده. يلا خلنا نسمع. يلا يلا ماني دعوان انت. قلنا اي شيء انا موافق، بس ارفعي صوتك. يلا طيب. يلا واحد. سارعي للمجد والعليا، مجددي لخالق السماء، وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلم، عاس الملك للعلم والوطن. عبد الله قسما بالله بطل والله بطل. اها ابو ركان ولطيفه يتفقون عليك يا عبد الله، انتبه منهم. تأخرت يا عبد الله كثير.
تأخرت أنت كثير. يا أخي اخلص علينا بسرعة. يا أخي اخلص علينا بسرعة. يلا تفضل. أغنية إيش؟ اللي تبي. يلا اللي تبي. يا ليلي ويا لينا وس بس مسكينك يلا. أيوة. ولا حالك مسكين. والله. بس الحافظة. بس الحافظة هذه. أيوة. طيب أنتوا عندكم دراجات، أنا أعرف أنكم أنتوا أمنيتكم ها دراجة صح ولا لا؟ طيب وين دراجتكم؟ خربانة. خربانة؟ طيب نبدأ نشوفها؟ يلا قوموا نشوفها، يلا قوموا نشوفها، بسم الله، بسم الله، نلبس الشماغ ونشوفها، يلا 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 يلا، يلا. أنا مالك أنا مالك أنا مالك، أوه. يلا يلا يلا، تفضل تفضل تفضل. هذه دراجتكم؟ لا ظاهر إنها حتتغير، أنتوا بس تحلموا وتتمنوا اليوم. بسم الله ما شاء الله، شوي شوي. لا طالع من هناك بس شوي شوي. يلا 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 تفضلوا تعالوا هنا، تعالوا اركبوا هنا، اركبوا هنا ما شاء الله. تعال يلا يلا اركب ما شاء الله، اركبي ما شاء الله، لا تلمسون الأجهزة ولا شيء. احنا يا جماعة الآن راحين نعمل لهم المفاجأة الأولى، تونا بادين مع عبد الله ومع لطيفة. تعالوا معنا تعالوا معنا. ها راكبين هنا راكبين هنا. يلا اجيكم من هناك اجيكم من هناك. يلا ما يمشي ما يمشي. وبمجرد خروجهم مع بركان بدأ فريق العمل مهمة تجديد أثاث غرفة عبد الله ولطيفة. أكيد راح تكون أكبر مفاجأة لهم اليوم بعد رحلتهم مع بركان. حكاية أمنية عنوان في الطوبي. عبد الله ولطيفة مع بركان ولا على بالهم كل اللي حصل وبيحصل. وين تروحون؟ وين تتمشون؟ وين تطلعون؟ نروح المطعم. واو ايوه. ونروح الملاهي. والله ايه. هذا ما تعزموني عشان تفضيا. خلاص انا بجي الشرقيه وتعزموني كل شوي. وينك يا فايز؟ تعال ايش تبغى؟ خلينا رايح المطعم بناكل. انا قبل يوم عزمتهم كلهم فلوسي انا. والله كان حساب 143 بعد انا 143 ريال؟ 143 143 ريال؟ اي عزمتيهم واكلوا؟ اي شبعوا؟ إيه؟ والله وانت عبد الله؟ ما عزمكم عبد الله؟ عبد الله عبد الله بخير صح؟ لا مو بخير. اجل بس مقصر ومعفن. لا يا عبد الله لا تقبلها، اقلب الطاولة على بركان وخليه هو اللي يعزمكم. واو يلا تعال يلا تعالوا معي تعالوا معي يا جماعة. دراجات مخربانة ونبي نفاجئهم دراجات حلوة وجديدة، وتعالوا معنا أول مفاجآت. تعالوا يلا بسم الله ما شاء الله. حكاية أمنيات عنوان فرحتنا ما شاء الله. يلا عيشوا حياتكم الآن. تعال رح 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 عبد الله رح أيوة دخلنا المكان اللي الكل ينبسط فيه. يلا يا عبد الله اختار اللون اللي يناسبك، وانت يا لطيفة اختار اللون اللي يناسبك. اوكي خل خل العربية تعال تعال. ها شوف هذه الدراجات ايش تختارين انت؟ هذه؟ الله لا حلو اختيارك انت بهذه صح؟ لا اجل لك حق الاختيار. يلا ايش تختار؟
البي هذي. آه أصفر. إيه ذي أكيد. أوه مب كبيرة. أركب شيف أركب. يلا روح روح حط الجو إيدي لك. يلا الله الله الله. أوكي خلاص وقف وقف اضرب فرامل. الله الله. مبسوطين ولا مبسوطين؟ مبسوطين مبسوطين؟ ايه حلو 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 حلو. ها يلا خلصنا؟ لا لا ما خلصنا ترى في مفاجآت في شغلات حلوة بنروح إياكم الآن مشوار بعد أحلى من هذا. إيش رأيكم؟ يلا يلا تعالوا معنا. يلا تعال أنت عارف مشكلتك دي ورا ما تشيلها أنت. تعال مسك. يلا 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 نزلها أنت نزلها. يلا يلا برافو عليك. يلا يلا أنت بعد. يلا أزلي. يلا يلا حبيبتي كبير كبير. الله الله. يلا يلا تعال. حكاية أمنية عنوان. عبد الله ولطيفة أخوان جمعهم ألم واحد، هم واحد، وأمل واحد. استمتعوا على ما يبدو بزيارة بوراكان وحبوا هداياه، فهل حيحبوا بقية المفاجآت اللي محضرة لهم؟ بنشوف الحين. حجر ورقة مكان. ليش؟ يلا من جديد. لا انت تستعجلين. يلا لا لا واحد اثنين ثلاثة. حجر ورقة مكان. يلا بس. طيب عبد الله. يلا عبد الله. يا إلهي ما راح تقدر عليهم يا بركان. هذول وصلوا المنتجع، إيش المفاجآت اللي تنتظرهم هنا؟ إن شاء الله. يلا تعالوا 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 حسيدك. تعال يلا تحرك عبد الله. تعال عبد الله سك الباب. تعالوا تعالوا شوفوا اليوم احنا جبناكم هنا في شاليات الموفنبيك، بنستانس وبنلعب وانا بطبخ لكم بنفسي. وهذا الاستاذ سعد. الله يحييكم يا مرحبا. شرفتونا انتم. الله يحييكم. الله يبقيك. شرفتوا منتجع مفهوم بيك. انا الله يرفع قدرك. تحت امركم كل شيء تامرون. فوق الامر فوق الامر. هذا كرم منكم والله. مرحبا حياكم الله. تفضل عزيزي تفضل. احنا يا جماعه اليوم في منتجع مفهوم بيك، اخذنا الشباب بعد الهدايا المفاجاه الثانيه اللي لهم انه حنستانس في هالمنتجع العظيم اللي اخترناه بعنايه. ها بنطبخ بناكل بنلعب بنرقص بنستانس بنسبح بنعيش الحياة. أوكي؟ حياكم الله. الله يحييكم. يلا تعال مكان مكان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله, الله. ايش هذا ستساعد؟ هذا كرم عظيم والله. حياكم الله. والله يمحلكم والله العظيم. الله يديمكم. بالله يقفلنا الباب ستساعد. ابشر ولا يهمك. الله الله الله. واو تعال 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 تعال. واو ها ايش رايكم؟ خلنا بفاجئكم بشيء بعد. ابو راكان ما يفوت شيء، جاب لكم دراجاتكم عشان تستمتعون بيها في المنتجع. الله الله الجمال الله الابداع. خلاص جاهزين؟ أيوه. بتفرون هالمنطقه كامله؟ أيوه. اكيد بس أيوه. انت بتطيحون. خلاص ما نوديكم المستشفى، جايين نستانس. لطوف عبود اكيد اكيد. خلاص تعرف لا ولا لا؟ ايش قاعد تلعب فيه؟ ها تلعب في شيء معين؟ لا عشان خلاص خلاص خلاص
خلاص هلا بلطيفة الحلوة واخوها الكبير الشطور. مبسوطين؟ قالوا لي اليوم انكم جايين تلعبوا في البحر اول مرة؟ لا مو اول مرة. سيكل اول مرة بحر؟ ولا اول مرة بحر؟ ما شاء الله ما شاء الله. بس اول مرة معانا، ايش رايكم؟ طبعا هذه سجا كمال، هذه لها فراليات وفي الاعلام وفي السوشيال ميديا ما شاء الله تبارك الله، وبعدين لابسه عبايه الحقيقه مميزه. اول مره عبايه ولا قلنا شيء ثاني؟ ما بدي سوليه. لا بس والله مميز، سعدها جدا فيك. الله يسعدك. انك اتصلتي وسالتي وقلت بجيكم وبشارك معكم، هذا اقل شيء، انت اكرمتينا بجيتك والله العظيم. الله يرفع قدرك ويعطيك العافيه. اليوم انبسطت لاني قاعده اسوي شيء مختلف، بس بنفس الوقت يعني مو شغل أو شيء مع عائلتي أو مع أمي اللي أنا متعودة عليه. حسيت أنه دمج نواحي كثيرة من حياتي مع بعض، وصراحة هذه أول ردة فعل، أنه الحماس، وحسيت أني ودي أسوي أشياء زي كذا أكثر. هم الآن إحنا عطلناهم لأنهم هم متمنين هالشغلة. يلا انطلقي عيش حياتك. يلا شوف شوف ايوه واحد يلا يلا بسم الله يلا بسم الله برافو الله. يلا 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 جراندايزر يلا جراندايزر تعالي سجن شو عندهم تعالي ما شاء الله يا زين. لطيف وعبد الله فعلا انطلقوا يستمتعوا بدراجاتهم في هذا المنتجع الجميل ونجسد محبتنا وفيها نجومنا الاطفال يشوفوا النور والامان كل الفرح عدوان الوان يقولوا السعادة معدية، ومين ما يتمنى يشارك هذول الاثنين سعادتهم. لطوف لطوف تعالي 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 وين عبد الله؟ عبد الله حبيبي شوف سجى تعالي سجى تعالي تعالي شوف ان الان لعبنا بالبسكليت ولعبنا ورحنا البحر ورحنا الملاهي ورحنا كل شيء، ان تعبانين نروح الان انا وانتم وسجى، وش رايكم نطبخ انا وسجل لكم؟ طيب نطبخ ولا لا؟ نطبخ ولا لا؟ تضحكين ها؟ ها؟ يلا نطبخ ولا لا؟ نطبخ ولا لا؟ كبسه ولا وش؟ كبسه انا ما اعرف الا كبسه، اي تحويله ثانيه نكبه. كبسه حلو، سجل بعد الظهر ما تعرف الا كبسه. يلا تعالوا معي يلا 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 بسم الله يلا. بسم الله ما شاء الله تفضلوا تفضلوا. اليوم في كبسه مجنونه، في شغل مره حلو، ريحه حلوه. ايش ريحه؟ ايش دجاج دجاج. الحين تختارين تكون الشيف يا اكون انا؟ انت الشيف. اوكي يلا بسم الله. كلنا اخترنا حتى عبد الله قال يلا. رايز الشيف. طيب عبد الله امسك حبيبي يلا يلا يلا. الله هذه ما ودك تاكلينها بس ودك تنظرين فيها كذا. يلا يلا حبيبي غسل غسلها غسلها يلا. انا ولطيفه يلا ساعد بعض. برافو عليك. تفضلي. ابو ركان الشيف. لا يا سجى فكري مرة ثانية. والله وكثروا الطباخين الله يستر. سؤال يا 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 لطوف، انت تحبين كبسة؟ تسوي لك كبسة ولا اسوي لك سليق ولا اسوي لك بامية ولا اسوي لك دامات؟ ايش تبين؟ كبسة. كبسة. وانت عبد الله؟ كبسة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا ما سألتوني. أبي أمل. كبسة كبسة. كبسة بعد أنتي؟ أي طبعاً. طيب يلا. الله يا بركان وش هذا؟ تقطيع خرافي. أحس بالنسبة لي الطبخ أضاف لمسة طبيعية وحقيقية بيومهم. يمكن هذا كان الهايلايت بالنسبه لي. يا جماعه ترى التحقيق الاماني مش لازم تعطيني بيت ولا تعطيني سياره ولا تعطيني فلوس، ترى جبر الخواطر بكلمه. سعاده هالاطفال اللي طلعوا اليوم احنا قبل ما يستمتعون هم يكون سعداء، احنا والله سعداء. يوم حافل، يوم جميل جدا، يوم استثنائي. طلعنا معهم للسوق وطلعنا معهم تمشينا في الشوارع وجينا اخر شيء الى الموفنبيك هنا وقعدنا معهم طبخنا وسوينا وجتنا سجا. حنا قاعدين مستمتعين بشكل انتم ما تخيلونه. انا اتكلم عن نفسي اسعد اللحظه قبلهم والله العظيم. يا اخي شكرا لهالطاقم الجميل. امنيه عليكم يا شيخ.
أهنيك على هالكشنة يا بركان، أتخيلت ريحتها ووصلت عندي. ريحة حلوة مرة. صح؟ اسمع عندي مفاجأة العبد الله لأنه ساعدنا اليوم. أما مفاجأة في مفاجأة يقولون في مفاجأة لكم. وشو؟ لا 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 تعالي 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 هنا تعالي هنا سنتي شو؟ وش ذا؟ وش ذا؟ عرفت؟ خلنا نشوف. حس يدري لأنه لطيفة. خلنا نشوف افتح 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 افتح. حكاية أمنيات عنوان فرحتنا. نعيش الخير ونجسد محبتنا وفيها نجومنا الأطفال يشوفوا النور والأمان ويكون الفرح ألوان الوان. يا جماعة دايم ضيوفي أنا إذا جيتهم وجبت واحد نجم ينسوني أنا، فبالتالي اسمعي أنا حنتظر على الطاولة هناك، عيشوا حياتكم، جيبوا الكبسة عشان أتعشى، أوكي؟ أبشر. يلا أنتظركم، لو تأخرتوا يلا ناخذ هذا معي، آسف آسف آسف، خلاص، يلا. يعطيكم العافية، باي. أمنية فيها الطفولة تزين، نشاركهم بكل حب وسعادة ولين. فرحنا يكتمل معاهم، سعادتنا سعادتهم، ودنيانا بهم تزدن تزدان.